سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تيفي. حلقة اليوم حلقة يمتزج بها الفن بالتاريخ من شخصية يعني بصمت تاريخ الموسيقى المغربية، ولكن كان لها أنها مست بنار السياسة. يتعلق الأمر بالملحن عبد السلام عامر، الذي صادف أن تواجد يوم الانقلاب الصخيرات عام 1971، ما لم يكن في الحسبان أنه سيقرأ بيان الانقلابيين، وبعدها ستنقلب حياته رأسا على عقب. هو الذي عرفه المغاربة كواحد من أهم الأصوات اللحن، بحيث لحن أغاني خالدة أبرزها أغنيتي القمر الأحمر وراحلة التي أداها محمد الحياني. من طبيعة الحال حينما نتحدث عن عبد السلام عامر لابد أن نتحدث عن القصر الكبير وعن طفولته بهذه المدينة، حيث كان النجاح الموسيقي حليفه، وبعدها كان التهميش ويعني الخزي هو الذي ناله هذا الرجل في آخر حياته، يعني بكثير من التهميش. ولد عبد السلام عامر بحومة لالة بنت أحمد بمدينة القصر الكبير في فاتح أبريل 1939، لأن والده كان يعني يشتغل في الجيش الإسباني، ثم ترك زوجته خدوج ووحيدها وحيدين يكافحان صعائب أو صعوبات الحياة. بعد عامين ستحدث لحظة التحول الأولى في حياة عبد السلام عامر، إذ أصيب بمرض أدت محاولة علاجه بالطب الشعبي إلى فقدانه البصر. هذا الحادث أثر جدا في أمه، فحاولت وهو بعد صبي مسكون بالأسئلة إنقاذه من الظلام، فأدخلته إلى الكتاب. في الكتاب سيحظى التلاميذ بزميل يبصر بقلبه كما يقال، معتمدا في ذلك على سمعه وعلى ذكائه الذي سيتطور بشكل ملفت مع الأيام. اكتشفوا ومعلمهم أن عبد السلام عامر يملك أكثر من مجرد ذاكرة، فكل ما يسمعه من القرآن والأناشيد يعلق بذهنه بواحد الطريقة يعني مدهشة. بالمناسبة المغاربة يعني من باب الكياسة يسمون الكفيف أو الذي لا يبصر بالبصير، وعامر كان مثالا لهذا المعنى. فقد شهد ذات مرة وهو يقود دراجة هوائية كأي شخص، ليس في المسألة أي معجزة، كل ما في الأمر أن الأطفال استهزأوا به، فيعني بإصراره أراد أن يكرر التجربة للمرة الأولى، وللمرة الثانية نجح في ذلك. التحق عبد السلام عامر بعد ذلك بمرحلة الكتاب بمدرسة ابتدائية، ودرس فيها إلى السنة الخامسة، ثم لأسباب يعني اجتماعية محضة، الفقر وما إلى ذلك، أنه ترك الدراسة حتى تقدم لاحقا لينال الشهادة الثانوية كمترشح حر، ونجح في ذلك. عبد السلام إن كان قد فقد بصره فقد عوضه الله بذكاء متفتق وبديهية حادة وذاكرة متألقة. كان صديقا للمذياع، وكان يقضي أوقات طويلة مع الراديو، وهو الذي أضاء عتمته، فاشتهر بحفظه السريع والواسع للقصائد وشتى ضروب المقاطع الموسيقية.
أم كندا حين ذاك لعامر وشهادة ثانوية بجيبه أن يتقدم ليعمل مدرسا، لكن ما بالقلب أن مسا يعني من الموسيقى قد تملك الشاب والذي لا يرجو لحياته مسارا سوى أن يمضي في الموسيقى حتى النفس الأخير. ومع أن موهبته الموسيقية قد لاحت يعني مبكرا جدا، إذ كان يلحن أشعارا يؤديها وزملائه في المدرسة كأناشيد، فإنه لم يكن يستطيع العزف على أي آلة موسيقية، فتجاوز بذلك القواعد المتعارف عليها، إذ استخدم أسلوب الدندنة في التلحين. هكذا ظهر في الخمسينيات وسجل أولى ألحانه بصوته في إذاعة طنجة أغنية ما بين خيال حبيبي، التي انتشرت حتى اقتنع الشاب بموهبته في التلحين وبطريقته في التلحين، فحمل بعض ألحانه وقصد إذاعة الرباط. فالرباط سيصدم عامر بمسؤول عن الجوق الإذاعة آنذاك، الملحن أحمد البيضاوي، الذي رفض نهج عامر في التلحين وفي أسلوب الدندنة، ذلك أنه اعتبر أن هذا الأمر لا يمت للقواعد الموسيقية بصلة. سيحمل عامر خيبته الكبيرة وسيمضي أدرجه إلى فاس، حيث تعرف على الفنان عبد الوهاب الدكالي وهناك سمح له بتسجيل ألحانه. قدم عامر للدكالي يومها أغنيتين هما آخر آه وحبيبتي، لقيتا نجاحا باهرا مما جعل البيضاوي يعيد حساباته، والذي بات مقتنعا بأن موهبة صاعدة وفريدة في مستوى الموسيقى المغربية قادمة بلا ريب. هكذا سيعود إلى الرباط وباب الإذاعة قد صار مفتوحا في وجهه، وسيصبح وهو في ريعان شبابه أحد الملحنين المغاربة الكبار، لا سيما بعد أن تعرف على شاعر كبير من طراز عبد الرفيع الجواهري. تعارف سيسفر عن أغاني فارقة في قائمة الموسيقى المغربية، من بينها راحلة التي غناها محمد الحياني، والقمر الأحمر التي غناها عبد الهادي بالخياط. ويروي بالمناسبة أن الأغنية التي سمع إليها الفنان الكبير المصري محمد عبد الوهاب مرتين، ثم قرر إضافتها إلى خزانته الموسيقية. يعني تل هنا يعني بدأت شهرة عبد السلام عامر في اكتساح، سواء من خلال الإذاعة الوطنية أو من خلال الحفلات أو من خلال كذلك التلفزة المغربية، إلى أن هذه الشهرة وهذه النجومية التي انطلقت بشكل كبير سرعان ما تتوارى بسبب انقلاب 1971، وهذا ما سنعرفه يعني بالضبط. إذن بعدما أخذ صيت عبد السلام عامر يديع كملحين وشهرته يعني تكتسح المغرب، حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث أنه تواجد في إذاعة الرباط أثناء انقلاب صخيرات عام 1971، ليكون في اللحظة الغير المناسبة واللحظة التي ستغير حياته رأسا على عقب. في عز عطائه الفني اختار عبد السلام عامر أن يسافر إلى مصر، وكان ليحظى هناك بمستقبل فني باهر، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد انتلعت حرب 1967 جعلته يعود إلى المغرب، وهذه المرة سيفضل الاستقرار بحي أثبات بالدار البيضاء. بين الفينة والأخرى كان ينتقل إلى إذاعة الرباط ليسجل ألحانه، حتى ذاك اليوم الذي كان يوجد فيه رفقة المطرب المصري عبد الحليم حافظ بمبنى الإذاعة الوطنية. كان ذلك يوم انقلاب صخيرات عام 1971.
تقول الحكاية المتداولة أن الإنقلابيين حاولوا بداية مع عبد الحليم حافظ ليتلو بيان الإنقلاب، لكنه اعتذر متعللا بكونه ليس مغربيا، ماشي من طبيعة الحال أنه لا يصح أن يقرأ هذا البلاغ ويوجهه إلى المغاربة. المهم أنه بطريقة ما أقنعهم بإعفائه وبلباقته، فقام حينئذ عامر بتلاوته، قرأه بعدما قرأوه عليه، تردد لوهلة كما تقول المصادر، لكن حينما هددوه بالقتل انصاع وشرع يتلو البيان. وبعد فشل الانقلاب واستثبات الوضع، راح عامر ضحية هذا الانقلاب الفاشل بعدما اعتقل، واعتقد بشكل جازم بضلوعه في قراءة يعني البيان، وتعرفون ما بيان الانقلابيين، وأدت العملية إلى التحقيق معه وإلى سجنه، إلى أن تدخل شقيق الملك الأمير عبد الله لإطلاق سراحه. هذا الانقلاب ولحظة الانقلاب شكلت لحظة ثانية ومغايرة في مسار عبد السلام عامر، إذ بأوامر يعني عليا كما يقال عانى من التهميش ما بعده تهميش، وتم منعه من دخول مبنى الإذاعة الوطنية بشكل كامل، وكما توقفت بث أغانيه، بل وصار الكثير من الفنانين ومن الكتاب يتحاشونه، ولولا أنه طبع أغانيه في ذاكرة المغاربة لكانت اليوم نسيا منسيا كما يقال. تجمع جميع الروايات أن الأوامر كانت أوامر الملك الحسن الثاني، يعني نظرا لما رآه أنه أن عبد السلام عامر كان لا يجب أن لا يقرأ بيان الإنقلابيين. ولكن بعد تدهور صحة عامر عام 1979 تمت إحاطته بالعناية الطبية اللازمة، لكن كان الأجل قد وافى، إذ في 13 ماي من سنة 1979 سيلفظ أنفاسه الأخيرة بعد مرارات يعني بعد مرارات كبيرة تجرعها الرجل وهو في عز عطائه، ولم يكن له ذنب أنه قرأ البيان، ولم يكن له ذنب أن الذين كانوا من حوله قد انفضوا بسرعة، يعني مخلفينه يعاني الفقر وشتى أنواع الحرمان والفقر مع النجاح والإقصاء الممنهج. كانت هذه حلقتنا من حلقات عن شخصية مغربية وعن تاريخ المغرب عبد السلام عامر. إلى هنا أتي على نهاية هذه الحلقة، إلى حلقات قادمة بحول الله. كان معكم عبد الساورة، لا تنسوا دعم القناة، لا تنسوا دعم هذا المحتوى بتعليقاتكم بتشجيعاتكم. سنعود إن شاء الله لنفض الغبار عن الكثير من الشخصيات وعن الكثير من القضايا بما تسمح به الظروف. كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.